أسأل الله رب العالمين الذي بلغنا رمضان وأنعم علينا بذلك البلوغ لرمضان من غير حول منا ولا قوة، أن يؤتينا القدرة والقوة على صيام نهاره وقيام ليله وتلاوة كتابه جل وعلا، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم. إذا بلغك الله رمضان ورأيت هلال رمضان فادعوا مثل ما دعا نبيك صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. إذا بلغك الله رمضان فاحمد الله تعالى واشكره على بلوغ رمضان. إذا بلغك الله رمضان فأظهر الفرح والابتهاج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. إذا بلغك الله رمضان فاعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة،